بالخطوات طريقة زراعة النعناع في المنزل. لا يحتاج سوى بعض النعناع الحي والتربة والمياه والرعاية المستمرة في الشمس. يستخدم النصف الأخير من ساق النعناع وبه الجذر أو شراء الشتلات. يزرع غصن النعناع ويغرس أسفله في أصيص مخلوط بين الطين والرمل. يترك جزء من غصن النعناع بارز دون أن تغطيه التربة. يترك أصيص النعناع في منطقة جيدة التهوية تصل له أشعة الشمس جيداً. تسقى زرعة النعناع يومياً لكي تتابع نموها وتظهر الأوراق الجديدة. يجب أن تكون التربة طينية مناسبة. يكون أصيص الزرع من البلاستيك أو الفخار، مع أهمية فتحه من الأسفل لمنع تعفن الجذور.